احنا الدكتورة نيرفين قالت رسالتها الاتية لانها رسالة مؤثرة. انا ابنة رجل مقاتل اعطى عمره وصحته للبلد، وانا زوجة كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد وما زال يعطي. تقصد الكابتن محمود الخطيب. لم نطالب بالمقابل لان خدمة البلد فخر وعزة وواجب، ولكني اطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس، لأني كابنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس، وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حبا لوطنه وبلده وأهل بلده. حقا إن نعيش في بلدنا آمنين مطمئنين، حقنا أن نعيش في بلدنا آمنين مطمئنين، أن العدل والحق لهما اليد العليا، وأن كل من كسر كوبا سيدفع ثمنه. وهذه والعبارة دي اللي قالها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كسر كوباية هيدفع ثمنه. فهي هنا الرسالة موجهة إلى سيادة الرئيس، إما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟ تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير، وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب، أعطانا الكثير من أعصابنا وصحتنا، وتحملنا ما لا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة، ولكن فاض الكيل. أريد حقي يا بلد، أريد حقي يا بلد، أريد حقي يا بلد، كتبها 3 مرات. وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره. وأعلم جيدا أن رسالاتي دائما مقروءة، ولذا فإنني أعلم أنها ستصل إلى مبتغاه. هي هنا مخاطب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه هو صاحب القول الشهير اللي كسر كوبايه هيحاسب عليه. فهذه رساله الفاضله حرم الكابتن محمود الخطيب الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقول عاوز حق، عاوز احس ان انا في بلدي عايشه بالامن والامان، امنه مطمئنه، مش كل شويه الاقي شتيمه وتعدي باللفظ الخال. ابنه رجل قاتل من اجل مصر، ورب الأسرة على العزة والكرامة، وزوجة رجل أسعد ملايين المصريين بالموهبة التي حباه الله بها لاعبا وبأخلاقياته. لما بنيجي بنتكلم على مصر ونزهة بنقول سمى والخطيب، أم كلثوم والخطيب. لما بنيجي نتكلم على الرموز المصرية العظيم بنقول سمى والخطيب. فهنا هذه هي رسالة الفاضلة المحترمة حرم الكابتن محمود الخطيب. طيب برضو النهاردة الخطيب تقدم، كابتن محمود الخطيب أسطورة مصر في كرة القدم والرجل الأخلاق. نختلف مع الخطيب على أي قرار في الإدارة. استأذنكم لايكات يا شباب وشير للفيديو عشان نثبته. نختلف أو نتفق مع الخطيب على أي قرار في الإدارة، يصيب ويخطئ بشر، لكن ابدا لنختلف على اخلاقياته ولا على سلوكه. فالخطيب النهارده تقدم ببلاغ للنائب العام ضد اهانه رئيس الزمالك للبلد ومؤسساته و100 مليون مصر. لما كان بيطلع واحد في برنامج وبيغلط في اهلنا واخواتنا في الصعيد كنا بنصور ونغضب، كان بيتم اتخاذ ضده اجراءات فوريه. لما كانت بتطلع واحدة وبتغلط في بس في من يمتازوا بالسمنة كنا بنصور ونغضب، وكانت الدولة تتخذ إجراءاتها. لما بيطلع دلوقتي فتيات صغيرات السن بيقولوا حاجات خارجة بيتم اتخاذ إجراءات من معالي النائب العام ضدهم، ومنهم من يحال إلى التأهيل، وهذا أمر كريم. وبالعكس ده معالي النائب العام خاطب الأسر المصرية والاباء والامهات للقيام بدورهم. لكن ان يبقى في بقى حد عضو مجلس النواب ورئيس قلعه رياضيه كبيره وبيقول على نفسه اصغر مؤلف قانون واللي وقاضي سابق ويسيء الى وطن عظيم والى شعب عظيم بهذا الشكل ولا احد يتحدث، يبقى نرجع للسؤال الذي طرحه الدكتور سمير صبري المحامي الشهير، وهو من يحمي مرتضى منصور ويقويه؟ يعني كل ما بتشتم وما بيحصلكش حاجه خلاص بقى الشاب يقول لك يا عم نقلب، يا عم ده ما بيحصلوش حاجه،
يا عم ده جامد، يا عم ده ما فيش حد قده، وهكذا. فالاهلي النهارده تقدم بالبلاغ للنائب العام صباح اليوم بيحمل رقم 28406 مكتب فني معالي النائب العام 12/7 ضد رئيس الزمالك، وبيشرح الواقعة والمفاجأة ان هو الفيديو اللي انتشر، واللي يعني مش عايز اقول الفاظ، مش عايز اقول الفاظ يعني ابسطها، البلد دي ما فيهاش راجل عليا كذا، البلد دي ما فيهاش راجل. وحتى الان النادي الاهلي بيشير بقى الى جزئيه مهمه جدا في بلاغه، ان التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مره هو امر يهدد دوله القانون، هو امر يهدد دوله القانون والمؤسسات، وينذر بتاجيج العنصر المجتمعي وفتنه بين الجماهير. واكد كابتن محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولا ان الشكاوي كيديه لرفض رفع الحصان، مبرر اللي بيذكره الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بيقول لك الشكاوي كيديه، او ان طلب رفع الحصانه غير مستوفي الشروط. فهنا كابتن الخطيب طب عرفونا يا جماعه ازاي يبقى مش كيدي، طب عرفونا ازاي يستوفي الشروط. لما انا بقول ان البيان لا يستوفي الشروط هو جاي من مكتب معالي النائب العام، امتى يستوفى الشروط؟ حيث طالت الاساءات هذه المره عموم الشعب المصري، وطلب كابتن الخطيب سوء اتخاذ الاجراءات القانونيه وتمكينه، يعني كده مش عاوزين الناس تكفر بالقانون، مش عايزين الشباب يبقوا شايفين ان طوله اللسان والسفاله والشتائم والبذاءه والانحطاط هو الطريق للحصول على الحقوق، الجزئيه اللي حذر منها الدكتور حسن مصطفى. فهنا البلاغ ده بيحط الدوله امام مسؤولياتها، خاصه وان في شكوى اخرى راحت الى الدكتور علي عبد العال بيطالب برفع الحصان. الاهلي يوجه نداء للدوله وقيادتها بيان، ويطالب رئيس مجلس النواب باعلان موقفه من اهانه رئيس الزمالك ل 100 مليون مصري. وجاء كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي نداء اخير للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وكل قيادات الدوله ومسؤوليها، مطالبا بالتفعيل العاجل للقانون قبل فوات الاوان ورفع الحصانه عن رئيس نادي الزمالك الذي سب البلد واهان 100 مليون مصري، ويرى يعني بيقول ما في بلد ما فيهاش راجل، وعليا كذا بلد ما فيهاش راجل، وهذا البلد هي مصر الوطن، بخلاف شتائم وخطف الاعراض يعف اللسان عن ذكرها، واساءات للاسر والعائلات، ذنب ايه كهربا ووالدته والخطيب واهله واخته، ايه ايه ايه؟ احنا فين يا جماعه؟ احنا فين؟ وقال كابتن الخطيب في خطابه اليوم لرئيس مجلس النواب: عام ونصف من الشتائم والسباب والاتهامات الباطله والاكاذيب والخطف الاعراض، ولا احد يتحرك ولا احد يوافق على رفع الحصانه عنه لتحقيق مبدا سياده القانون. وكان رئيس الزمالك فوق القانون في الوقت الذي يحرص فيه ويؤكد دائما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه انه لا يوجد شخص فوق القانون. وجاء في الخطاب الكابتن محمود الخطيب ايضا ان عدم محاسبه رئيس الزمالك على جرائمه السابقه واحتمائه بالحصانه البرلمانيه جعلته يتمادى في تجاوزاته واساءاته التي فاقت كل الحدود، حتى جاء الفيديو الاخير والذي تم تصويره داخل نادي الزمالك على مسمع ومرأة من الجمهور، وسب فيه كل المصريين بلا استثناء بعبارات يعف اللسان عن ذكره. استثناء بعبارات يعف سندها الكابتن محمود الخطيب كاملة في بلاغه اليوم لمعالي المستشار النائب العام والذي حمل رقم كذا ومرفق البلاغ، وطلب رئيس النادي الاهلي بالتدخل الفوري قبل فوات الاوان، مؤكدا انه وكل الشرفاء في هذا الوطن لن يقبلوا بهذه الاهانات، ومجلس الشعب ذاته لن يقبل بحماية من اهان الشعب، وعلى رئيس مجلس النواب ان يعلن موقفه للراي العام من هذه الاهانات التي شملت عموم المصريين، والتي يرى رئيس الزمالك
ليس من بينهم رجل. خلي بالكم من عبارة مهمة جدا، على رئيس مجلس النواب أن يعلن موقفه للرأي العام من هذه الإهانات التي شملت المصريين. هنا بقى الموضوع بقى صعب، الموضوع بقى صعب، والموضوع فاق كل الحدود. أنا مش هتكلم في الكورة، هتكلم في الكورة ليه؟ الرجل ده رابطنا في سلسلة، يفتح قضية نادي القرن، يرد النادي الأهلي إن القضية ويرد عليه قانونا وإنه حصل على اللقب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويعمل فتنة جماهيرية ولا يلجأ إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولا إلى المحكمة الرياضية، ونفاجئ إنه هو رايح يعمل حاجة في وزارة التموين بحيث يسجل علامة تجارية بدعوة نادي القرن الحقيقي، فيطلع وتطلع وزارة التموين تطلع بيان امبارح، فيحب يغطي عليه فينتشر هذا الفيديو. فيديو انت بتفتخر دائما، تفتخر انك ما بتخافش، دائما تفتخر بالشتيمة. لما شتمت السيدات الفضليات في نادي النهري كانت بألفاظ، وخط في مؤسسات وخط في شخصيات، بعدها عملت فيديو تاني قلت انا ما بخافش، وانا مسجل فيديو يجيب عليها وطيها وسايبه لعيالي واعمل مؤتمر ومش عارف ايه، ومدخلتك مع الاستاذ محمود معروف اللي تجاوزت فيها كل الحدود ايضا القديمه والمنتشره هذه الايام على السوشيال ميديا ايضا. فالامر لا دايما هو ربطك، فامبارح تيجي وزاره التموين تطلع لا ان النادي الاهلي على حق، وان مدد علامته التجاريه، وانه العلامه التجاريه بس مش طلب بيتقدم، ده لازم يبقى في مستند يثبت هذا الامر، وان النادي الاهلي قدم المستندات الداله على انها نادي القرن الافريقي. هو ما عندوش مستندات، يبقى بالليل يبقى في فيلم تاني ليه؟ عشان ندلع الخيبه دي. وهكذا وشتيمه، والشتيمه الدكتور علي عبد العال ما بيرفعش الحصان، ما بيرفعش الحصان. يرفع الحصانه ليه؟ هو بيشتم شعب؟ بيهين شعب؟ لا، يعني اصل انتوا عارفين مرتضى عصبي، فلما بيزعل بيقول اي حاجه. اصل مرتضى ما حدش ياخد على كلامه، ده الكلام اللي بينشره البعض، ده الكلام اللي بينشره البعض ويروجه البعض. لكن اليوم فاض الكيل بالمصريين، اما ان نكون دولة سيادة القانون او خلاص الشباب يفهم ان احنا في دولة مرتضى منصور، ملهاش تاني. اصبحنا في مفترق طرق. معالي النائب العام له كل الاحترام وكل التقدير، بيشتغل كل البلاغات هو ورجال النيابة العامة المحترمين، ثم يطلب رفع الحصان، ثم يرفض مجلس النواب رفع الحصان. طب الناس تاخد حقها ازاي؟ هل نتحول الى شتامين وسبابين؟ هل يكون الامر الشتيمه بالشتيمه؟ طب مين هيجري في الشتيمه؟ طب احنا نشتم وناخد ذنوب؟ نشتم ونعلم اولادنا قله الادب؟ لا طبعا، بنحتسب ما نتعرض له عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمل ولا يكل من الكذب. ويقول لك يعمل بلاغ باي حاجه، يقول لك عامل بلاغ بكذا كذا، بلاغ خيالي وخرافه. لما نسال عنه يقول لك يا عم روح روح. طب احنا مقدمين يا جماعه بلاغات عشان الراجل ده بيسيء لينا وبيقول كذا وكذا وكذا، يا عم صل على النبي روح روح، سيبك من كلام الفارغ ده، هو كلام الفارغ ده حد يهتم بيه؟ أنا بستغرب إن لسه في ناس بيقولوا عليه أسد وبيقولوا عليه راجل. خلي بالكم الناس دي إما لجان وإما ناس كارهة لمصر وإما ناس مش خايفة على عيالها، وغالبا ده الغالب، ناس كارهة لمصر وما تفرقش معاها الموضوع، تلوم عايشين بره. الناس اللي داخلة تدافع عنه وتقول عليه ده راجل وذكر وأسد، حاجة من الاثنين، أصل احنا شبكة تواصل اجتماعي على مستوى العالم، فاللي بيدافع عنه ده مش بني آدم زيه، يا إما لجان إلكترونية من الناس اللي عمالين يعملوا هاكرز وما عرفناش نكمل الفيديو غير لما إخواتنا المحترمين اللي بيتابعونا عملوا لايكات وعملنا فيديو والبث قطع ورجعنا عملنا البث تاني. طب احنا في مفترق طرق، أصبحنا في مفترق طرق، من يحمي بقى؟
زي ما قال الدكتور سمير صبر، من يحميه؟ من يحميه؟ من يسانده؟ من يقويه؟ عايزين نعرف، عايزين نعرف، عايزين نعرف. مصر كلها عاوزة تعرف النهار من يسانده ومن يدعمه ومن يقويه. كهرباء على الانستجرام عامل رسالة في منتهى القوة مع والدته الفاضلة، ربنا يشفيها له ويبارك له فيها ويمتعها بالصحة والعافية ويبارك له في والده. اهو كهرباء، والدته دي تتشتم ليه؟ يتم قصفها في عرضها ليه؟ يتم الخوض في عرضها وليه؟ يتقلب نكزة ليه؟ 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 لعيب كورة راح من نادي النادي؟ أكمل لاعبين راحوا من نادي النادي. هل لما أنت خدت فلان ولا علان الرئيس النادي ده طلع لا لا الألفاظ دي؟ كتب كابتن محمود عبد المنعم كهربا، لازم نعرف رد كهربا، لأن الناس مركزة في كابتن محمود الخطيب وسايبة لاعب هو بشر زيه زي أي حد. ما ينفعش الخوض فيه ولا ينفع قصف امه. كهرباء، هل هناك اغلى من امي ليهتز لها قلبي وكياني؟ ان كان بي خير فهو منك وبسببك يا امي. نعل جزمتك اغلى واطهر من اللي شتمك. كهرباء، نعل جزمتك اغلى واطهر من اللي شتمك وسبك وتطول عليك. وبالفعل جزمة أي أم فوق راسها، ولما يبقى لعيب زي ده والدته أنا عارف إنها صاحبة مرض، يمتعها بالصحة والعافية. اتعلمت منك ومن قلبك الطاهر أني أترفع عن أي إساءة تتوجه لي، لكن اليوم الإساءة كانت ليكي يا أمي وبوعدك، وهذا وعد دين عليا ان حقك جاي لك ولو طال الزمن. ضحيت كتير عشاننا وكانت فرحتك، وانت بتشوفيني بحقق كل اللي بطمح له. كنت بتهتمي بكل تفاصيل حياتنا ونبضات قلوبنا، وبتدي بدون ما تنتظر مقابل الا انك تشوفينا سعداء. خلقنا لنلعب كره قدم ونتنافس داخل الملعب وليس الخوض في الاعراض، ويهانت من تعبوا في تربيته، ونحن في بلد كل يوم بتتغير للاحسن ولا يرضى الشرفاء منهم هذه التصرفات، وفي انتظار موقف حاسم يرجع الحقوق لاصحابه. ربنا يخليك ليا يا امي والعمر كله ليكي، ودايما معانا عايشين ببركه دعائك. دي والده الكابتن محمود عبد المنعم كهربا، ربنا يمتعه بالصحه والعافيه. ربنا يمتعها بالصحه والعافيه الحاجه، ويمتع كهربا بالصحه والعافيه هو ووالده واخته، وربنا يحفظ فتحي، وباذن الله ربنا يفك اسره ان شاء الله. اهو تتشتم ليه الام؟ ذنبها ايه الام تتشتم؟ ذنبها ايه الاخت تتشتم؟ واخد في عرضها وكاني حامل حمى. وانا واثق، واثق تمام الثقه ان الدوله المصريه سوف تتخذ اجراء، واثق في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. اثق في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نحترمه ونقدره، أنه لن يقبل بهذه المهزلة. النهاردة كان عنده افتتاح الأسمرات 3 وعدد كبير من المشروعات، لكن أكيد هيعرف، وأكيد هيبقى فيه إجراء، وأكيد هيبقى فيه توجيه. وهو مش عايزين توجيه غير سيادة القانون، مش عايزين توجيه وإحنا داخلين على انتخاب مجلس الشيوخ إلا سيادة العدل. الناس أمام القانون سواء. ما ينفعش احنا، طب احنا ماش، احنا مساكين، ربنا يحشرنا مع امام المساكين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبنرضى ولا احتسب عند الله، وبنتحمل ضغوط نفسيه رهيبه بقالنا سنين لمجرد انك راجل ما بتسيبش حقك وما بتتنزلش وما بتخضعش وما بتبيعش نفسك براتب شهري تاخده رغم انك انت واهلك اتشتمتوا. كل البهوات، او خلينا نقول اغلبهم، اتشتموا هم واهاليهم واتمزع بهم الارض، والاخر راحوا مسحوا احذيه
وقبضوا وبيلمعوا فيه وبيمدحوه. اللي كان بيصرخ وبيقول لك بيهددنا بالبلطجية دلوقتي اكتر واحد بيدافع عنه. اللي اتشتموا بامهاتهم هم اللي بيقولوا دلوقتي لا لا ازاي لا يجب مقارنته بالخطيب. انتوا بتتكلموا في ايه؟ طبعا يا ابني لا يجب مقارنته بالخطيب. ايش جاب لي جاب؟ فانا كمان علمت ان الكابتن محمود الخطيب علمت من بعض الناس المقربين منه انه سيطلب لقاء رئيس الجمهوريه. علمت ان الكابتن محمود الخطيب سيطلب لقاء رئيس الجمهوريه ما لم يكن هناك اجراء من مؤسسات الدوله المصريه. ما لم يكن هناك اجراء من مؤسسات الدوله المصريه. كل في وزير للرياضه وعمره ما بيروح للرئاسه لانه راجل بيعرف حدوده واختصاصاته. في وزير الرياضه بتعامل مع وزير الرياضه. في مجلس نواب بتتبعت ليه شكاوي. في اتحاد كوره بيقدم فيه شكاوي، في لجنه اولمبيه بيقدم فيها شكاوي، في مركز تحكيم بيقدم فيه شكاوي. لكن لا شيء يتحرك، كل شيء بيتحطم على الحصان. بعض الناس المقربه من كابتن محمود الخطيب قالوا الموضوع ده لن يمر مرور الكرام حتى لو طلب الكابتن محمود الخطيب لقاء السيد رئيس الجمهوريه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومعلوماتي ان الناس مش هتعدي الموضوع خلاص. فاضل كيل، ما بقاش في مبرر للخناقه الرياضيه، نقلبها بقى كذا. يعني خلاص وزاره التموين قالت لك يا عم خلاص. الراجل ده مقدم واوراقه سليمه وانت وهو نادي القرن. انت عاوز تقدم هات لي مستندات من الاتحاد الافريقي لكره القدم. ما جبتليش مستند من الاتحاد الافريقي لكره القدم خلاص خلص الموضوع. طلبك قلم ياكل. اهو. لحظة عشان الأحداث بتتوالى وإحنا النهاردة هنطلع أكتر من مرة. قلت لكم إن في آلاف البلاغات ستقدم. دلوقتي عاجل الوطن دعوة قضائية لشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين الأحد 12 يوليو 2020 أقام محمد عطيته طاهر المحامي بالاستئناف والإدارية العليا دعوة قضائية من محكمة القضاء الإداري يطالب بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين. واختصمت الدعوة التي حملت رقم 4581 لسنة 74 كل من مرتضى منصور ونقيب محامي جمهورية مصر العربية بصفته ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين. وقال المحامي في دعواه أن مرتضى منصور عضو مجلس النواب عند دائرة متغمر بالدأهلية هو أكثر عضو بفريق المطلوبين للعدالة من مجلس النواب الموجه له اتهامات بموجب بلاغات للنائب العام متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقصف وإهانة القضاء والتهديد حيث قدم ضده 32 بلاغه للنائب العام منذ اصبع عضو من البرلمان وحتى الان. لا يا محمد بيه والله محمد بيه عطيته طاهر لا مش 32 بلاغه ده عبد الناصر نفسه مقدم 100 بلاغه. وتابع ان لمنصور صحيفه جنائيه وسبق اتهامه في عده قضايا خلال ممارسته مهنه المحاماه ومنها قضيتان مقاومه سلطات وقضيتان تهديد ست قضايا سب علني وقضيه ضرب ومشاركه. وأضاف المحامي أن مرتضى منصور خالف بذلك المادة 62 والتي تنص على الآتي: على المحامي أن يلتزم في السلوك المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرض عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها. وأضاف المحامي أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيء لخصم موكله ويدي بتصريحاته وبياناته عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة بموجب المادة 71 والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته واتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ. ما هو بقى له 3 سنين بيقول هيحبسك يا أبو المهام. ما أعرفش بقى هو واخد وعود من مين إنه يحبسك. هحبسك يا عبد الناصر. ما نعرفش برضه واخد وعود من مين إنه يحبسه. هحبسك يا احمد يا سعيد برضه ما نعرفش واخد وعود من مين. جايب النفوذ والقوه دي منين؟ جايب الجبروت ده منين؟ ما نعرفش. لكن الان خلاص النهارده الاستاذ محمد عطيته طاهر اهو عشان بس لحد يقول لابو المعاطي يقول حق اهو صوره الخبر اهوت من جريده الوطن الغراء المحترمه.
ورئيس التحرير المحترم الأستاذ محمود مسلم، والمشرف على الرياضة فيها المحترم إيهاب الخطيب. وفي كل ده يعني أنا مش عارف أهو أهو يا عم، أدي تويتر والهاشتاجات أهي. أول هاشتاج إيه؟ بلد ما فيهاش راجل، والتاني إيه؟ مرتضى منصور. كل هذا من أجل أن تتحرك الدولة المصرية وتوئد الفتنة ويتم اتخاذ إجراء ضد رئيس نادي الزمالك. نريد اتخاذ إجراء ضد رئيس نادي الزمالك، مفيش حد على راسه ريشة. مفيش حد على راسه ريشة في البلد. أغيثونا على رأي الأستاذ أحمد زكي في الفيلم الشهير. أغيثونا. أغيثونا. لكن كده المسائل زادت عن الحد. زادت أهو أهو يا عم. أهي يا عم. شوفوا شوفوا إيه. أول حاجة بلد ما فيهاش راجل، التاني مرتضى، التالت كهربا، الرابع مرتضى مريض نفس. أهو. أدى الهاشتاجات. الترند اللي على تويتر. أدى الترند اللي على تويتر. بتوسطوا الخبر بتاع الأستاذ ياسر جلال. كان من شوية الأستاذ أحمد دياب ترند على تويتر. مرشح للجيزة. أوريهولك برضه، لأن أحمد دياب أخونا وحبيبنا وبنتمنى له التوفيق. واحد ممن نشرف بتواجدهم بإذن الله في مجلس النواب. كان أحمد دياب مستقل للجيزة. طبعا بيحظى بحب وتقدير من كل الناس وخاصة من الإعلاميين. فإحنا لا نملك إلا قول حسبنا الله ونعم الوكيل، وننتظر التحرك من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نستغيث به ولا نستغيث بسواه إلا الله سبحانه وتعالى.